يعني انا قلبي ما يكدبش، امك قلبها ما يكدبش ابدا. هو الشيف اللي كدب علينا لما جه وقال انه عاوز اسطوانات من ابوكي، وكان ابوكي موعده انه يديله الاسطوانات دي. هو ايه اللي يخليه يكدب في حاجه زي كده يعني؟ ما بابا فعلا قال ان هو اتعرف عليه في التحقيق. لا، لان الشيف حس ان الظروف ما تسمحش، علشان كده مرضاش يتكلم في موضوع الجواز. ياه، جواز ايه؟ انت خيالك بيسرح بعيد قوي على فكره. بس يا بت انت تفكيرك على قدك، لكن امك الخبره اللي بتفهم الفوله وقشرتها. يا رب يا فايزه يا بنتي يكون لك نصيب مع الواد الحليوه. اللهم صل على النبي، دخلته كده تفرح القلب، ان شاء الله هتفرح قلوبنا كلنا ان شاء الله. طب ادعي لبابا بس الاول يا ماما، يعني احنا في ايه ولا في ايه بجد؟ طبعا بدعي له. وبعدين موضوع ابوكي ده خلصان، ده ساعه زمنه تلاقيه داخل مع شريف جوز بنته في ايده كده. اه جوز بنته كمان يعني؟ اه والله. ليه يا اختي؟ كان ابوكي قتل قتيل اسم الله ولا ايه؟ لا طبعا قتله يا ماما، قتله. هو مين ده اللي قتله؟ في ايه؟ واحدة جارت فاطمة كلمتها وقالت لها ان جوزها اتقتل والبوليس قبض على بابا. ابوكي قبض على ابوكي ليه؟ قبض على ابوكي ليه يا لهوي؟ اللي انت بتقوليه ده يا نجات. في ايه؟ في ايه يا عبد الله؟ ماله؟ اقسم بالله العلي العظيم انا ما قتلتوش، ما ضربتوش، ما لبستوش، ما زعقتش معايا. انا دخلت لقيت الوضع كده، جثة وغرقان في دمه وبيفرفر لسه، ما ماتش، بيموت يعني. انا اصلا رايح علشان اصالحه على البنت الغلبانة ان هو متجوزها خناقات ومشاكل، وهي تبقى بنت الست الداده اللي عندنا دي، واحده من العيله يعني. بس اللي حصل دخلت لقيت كده، اقسم بالله. بس يا سيدي احنا ما نقصدش ان انت عملت كده متعمد. طيب هو مش جايز شدته مع بعض في الكلام، فهو اللي رفع السكينه وتهجم عليك وانت يا دوب كنت بتدافع عن نفسك؟ مفيش خالص الكلام ده يا فندم. دخلت سيادتك، بقول لك دخلت، انت فين؟ انت مش عارف ايه؟ انت هندسة. زي ما هو كده ومفرفر ودمه. ثواني بس هندسه، وحتى ده لو حصل هيخبي امتى سلاح الجريمه؟ وهتصل بالاسعاف؟ هيلبس نفسه انا باشا؟ ايوه يا فندم اشكرك شكرا. هو انا والله العظيم انا اللي حاولت ان انا اتصل بس حضرتك ممكن تتاكد من ده، شوف مين الرقم اللي اتصل. هو حصل وتاكدنا فعلا ان البلاغ اللي جالهم ده كان من تليفون. طب شكرا. مش كفايه يا هندسه؟ امال ايه؟ لازم دليل واضح للنيابه يثبت انك جيت بعد وقوع الجريمه. ايه ده؟ اعمل ايه يعني؟ اسف يعني مش فاهم اجيبه ازاي؟ صاحبه مش هو ده شاهد الاثبات اللي بلغ البوليس عليك؟ ايوه يا فندم، صاحبه ده كان موجود ساعتها يعني، دخل عليا او ما اعرفش كان موجود في حته، المهم ان هو شافني وقلت له تعالى نلحق الراجل. هو ده صاحبه ده. طب ايه يا حازم بيه؟ صدفه دي كمان؟ يا باشا يا سيادتك سيد العارفين، التفصيله دي بتاعت النيابه مش بتاعتنا. يبقى انا كده ليه عم سعد الخدمه يا باشا؟ اتفضل. معالي الرئيس يا ريت يعني لو نتحفظ على اللي بلغ عليه محل شك، ولو تكرمت معاليك الاتحاق معاه بنفسك. ويا ريت يا باشا تحريات سريعه لكل علاقات المبني عليه وخصوماته الشخصيه. لو جات على الشاهد فدي سهله، وكده كده التحريات النيابه هتطلبها بكره الصبح. لا الصبح ايه يا معالي الباشا؟ الراجل ده راح النيابه الصبح من غير ما يبقى معانا دليل واحد. النيابه هتديله 4 ايام، مش بقيت تجدد له. سعادتك شايف حالته يعني؟ ده مش ناقص خالص. باشمهندس عبد الله، حضرتك متخيل يعني ايه وكيل نيابه يشيل وشاح القضاء ويلبس روب المحاماه عشان يجي دافع عنك في قضيه قتل؟ قتل؟ قتل ايه يا ناس؟ مصيبه يا شوقي وقعت على راسنا. انا عبد الله راح لجوز فاطمه وشكله ضربه معرفش ولا هب بايه، والواد شكله راح فيها. فاطمه مين وجوز ايه؟ انا مش فاهم حاجه. ما احنا كمان عمالين نتصل بيك من الصبح واحنا مش لاقيينك يا ست. انا بايت في اسكندريه، قلقت من شويه بصيت على التليفون لقيتكم رنين ب 70 رنه.